وهنيئا لكم ايها الاخوه المؤمنون يا عمار بيت الله الذين اكرمنا الله تبارك وتعالى باذنه ان نكون اول من يشهد اول صلاه جمعه المقام في هذا المسجد. انه ليوم مشهود اخوه الايمان، مشهود في الارض والسماء. فاما في الارض لانها اول مره
هذا ليش تربط الموت يا اخي؟ موت وجه النسيت العظم.